السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دورة مشروع المتجر الكامل. بهذا الدرس إن شاء الله هنبدأ بموضوع الريتنج. طبعاً لو رحنا على سبيل المثال على المنتجات، هلاحظ أننا ضايف الريتنج هون بشكل طبعاً استاتيك بالدروس السابقة. طبعاً وهذا الشيء مش صحيح أبداً بتطبيق وان فيندر. ليش مش صحيح؟ لأنه أنت كصاحب متجر أكيد ما رح تقبل أنك تشوف تقييم متدني لأي منتج، بل حتى ما رح تقبل تشوف أي تقييم للمنتجات اللي عندك، لأنه أنت عموماً عايز تبيع المنتجات بأسرع وقت وبأكبر عدد ممكن، تمام؟ فأنت ما لح تستفيد من التقييمات لما بتكون للمنتجات، لازم التقييم يكون للأوردر، والهدف من التقييم للأوردر ما يشوفه العميل، عفواً ما يشوفه الزبون، إنما يشوفه مين؟ صاحب التطبيق، تمام؟ ليش؟ عشان يقدر يعالج الأخطاء في المرات القادمة. طالما نحن عم نتعامل مع تطبيق وان فيندر، فالهدف من هذا التطبيق دائماً إنه صاحب هذا التطبيق يقدر يبيع أكبر عدد ممكن من الكاستمر هي المنتجات عموماً. تمام؟ فإذا موضوع الريتنج على المنتجات بتطبيق وان فيندر مش منطقي أبدا، تمام؟ فلذلك نحن ممكن طبعا نتجاهله إلا في حال العميل طلب هذا الشيء، وهذا شيء أنا بستبعده بصراحة أن العميل يطلب ريتنج على منتج، يعني صعب. وهو عموما حيصير يتحكم يضيفه 5 من 5 الجميع يعني، تمام؟ فالموضوع حيكون ما له داعي بصراحة. نحن طبعا ممكن نروح مبدئيا على المنتجات على الـ Custom List Item بهذا الشكل مثل ما ملاحظين، وطبعا موضوع الـ Rating Row كاملة نشيلها مبدئيا نشيلها، وطبعا حنستبدلها بوقت التوصيل، حنستبدلها بوقت التوصيل، تمام؟ طبعا فيما بعد حنستبدلها بوقت التوصيل. حاليا التقييم حيكون وين؟ على الـ Order. أكيد ما رح يكون على الـ Order اللي لسه عم بطلبه، تمام؟ هلا حاليا طبعا ما عندي ولا Order عم بطلبه، عندي Orderات بالأرشيف لأني طلبت Order سابقا. كل Order أنا بطلبه وبنتهي من الطلب بحق لي قيمه، هذا الشيء المنطقي صح ولا لا؟ فممكن هون نضيف زر للريتنج. طبعا لما أنا بقيمه خلص، يعني بمجرد ما قيمه حيختفي الزر بتاع الريتنج أو البتن بتاع الريتنج حيختفي بمجرد ما أنا قيمه، تمام؟ طبعا الأوردر كيف نحن هنقيمه؟ هنقيمه من خلال يعني درجة، تمام؟ يعني مثلا من 5 درجات انا قيمته 4 درجات، وحاكتب كوم يعني تعليق او ملاحظه، تمام؟ لصاحب الابلكيشن عشان اذا انا كان عندي مشاكل، في حال وجود مشاكل انا بكتب له طبعا تعليق او ملاحظه عشان هو يحاول يتركها بالمرات القادمه ويحسن من جوده التطبيق، لانه هذا الامر اكيد بهم صاحب التطبيق، تمام؟ خلونا ننتقل يا شباب هلا على قاعده البيانات. بعد ما نتوجه على قاعدة البيانات مباشرة حنروح لجدول الأوردرز، حنضيف تو كولوم بعد على سبيل المثال الكوبون بهذا الشكل. الأول حيكون الريتنج بهذا الشكل، والثاني طبعا حيكون على سبيل المثال النوت ريتنج، في حال كان عنده ملاحظة الشخص ممكن يكتبها لصاحب التطبيق عشان يحسن الجودة، تمام؟ طبعا هي حتكون فاركر وحتكون قيمتها الافتراضية نان، في حال هو حب ما يكتب شيء فهل حتاخذ قيمة افتراضية. اما بالنسبة للريدنج فبعتقد تيني انتجر كافي، لما حيكون التقييم 1 من 5 تمام بهذا الشكل، حيكون بعتقد اكثر من كافي بهذا الشكل. طبعا هون حيطلب مني تحديد اللينس وانا هحدده مباشرة بهذا الشكل. طبعا ملاحظة كتير مهمة يا شباب، في البعض اكيد حيقول لي منكم طيب انا لو عايز على سبيل المثال قيم المنتج كيف حقيمه؟ هذا اعتبره تحدي لإلك أو اختبار لإلك بعد كل هاي دروس تتعلمناها، كيف هذا الشيء ممكن تعمله لحالك؟ لو ما قدرت تعمله لحالك بنصحك تغير مهنتك، أنت لا تصلح أن تكون مبرمج حقيقة أبداً، بغض النظر عن إن شفت الكورس بتاعي أو كورس أي شخص تاني. بالنهاية أنت إذا ما صار عندك التفكير المنطقي بعد 160 درس حقيقة أنت عندك مشكلة. بس أنا عشان يكون الموضوع عادل، بجوز أنت تكون أول مرة عم تبني بروجكت ما عندك كتير خلفية سابقة، أنا حساعدك مع هاي المساعدة. إذا ما قدرت تبنيها فعلا عندك مشكلة. ليش؟ أنت لا تصلح أن تكون مبرمج لسببين. أول سبب إنه ما عندك الصبر تجي تحاول بالموضوع، بجوز يستغرق معك بناء الريتنج أسبوع كامل إذا كان يمكن بجوز تجربة أولى أو ما عندك خلفية أو ما كتير أنت متعمق بالمجال بصراحة أو مش فاضي وعم تشتغل مهنة تانية إلى آخره، فممكن ياخذ معك الموضوع اسبوع اسبوعين الى اخره، بس لازم تقوم بهذا الواجب بنفسك، تمام؟ اما اذا شخص قاعد عم يتعلم وفاضي وكذا وما قدر يبنيه فهون مشكله حقيقيه بصراحه. انت ما بتصلح تكون مبرمج مثل ما اتفقنا لسببين، اول سبب انه ما عندك الاراده والصبر
لحتى تبني الريتنج لحالك، لأن بجوز مثلا في ناس بتقعد 4 5 ساعات ما مشي الحال، خلص تقول أنا ما قدرت وعايز تشوف طريقة الريتنج. أنت هيك بصراحة ما استفدت شيء، ولا بحياتك حتصير مبرمج إذا هيك بتفكر، ولا حتقدر تبني أي بروجكت، ولا حتلاقي عمل بصراحة. لازم تكون عندك قدرة على التطوير الذاتي، يعني أنت تطور حالك من دون أي حد، ومن دون حتى ما تسأل على الفيسبوك، ومن دون ما تسأل أي حد، أنت لحالك. شو ناقصك؟ أنت عارف ترسل ريكويست، وعارف تستقبل الريكويست، وعارف تبني كولوم بقاعدة بيانات، وعارف تعمل كل إشي مطلوب وزيادة. فليش ما تبني أنت الريتنج لحالك؟ ببساطة يا شباب، بس حأعطيكم فكرة بسيطة عن الريتنج الخاص بالمنتجات. طبعا الأيتيمز هون هي المنتجات عموما، وفي عندي طبعا اليوزرز. فأنت ببساطة ممكن يكون اليوزر مقيم أكثر من منتج، وممكن يكون المنتج مقيم من أكثر من يوزر. فإذا أنا عندي علاقة ميني تو ميني اللي بنيناها سابقا طبعا كتير، مثل الفيفوريت مثلا هي علاقة ميني تو ميني، صح ولا لا؟ فكذلك الريتنج هي أيضا علاقة ميني تو ميني ما بين الأيتيمز واليوزر. فبعتقد أن وضحت لكم أهم نقطة بموضوع الريتنج الخاص بالمنتجات، والباقي عليكم، ما عاد أحكي أكثر من هيك صراحة، كله واضح الباقي. أنا أعطيتكم أهم فكرة. بالنسبة للأوردر فأنا ما في داعي، لأن الأوردر مطلوب من قبل شخص واحد، وحيتم تقييمه من قبل فقط هذا الشخص. فحيكون انا بكفي اني اضيف هون 2 كولوم، ريتنج ونوت ريتنج. وانت بهذا الشكل صار عندك فكره كيف تبني ريتنج للاوردر، وكيف تبني ريتنج للمنتجات بشكل كامل. هذا تحدي لازم تقوم فيه لحالك، من دون الاستعانه باي شخص، ومن دون ما تسال اي شخص، ومن دون ما تستشير اي حد. انت واجبك تفكر لحالك، لانه هذا البروجكت بعد ما ينتهي ونخلصه، انت حيجي عميل يطلب منك بروجكت كل الافكار مش موجودة بأي مكان، أنت وحدك اللي حتكون مسؤول على إنك تبنيها. فاليوم لو ما عذبت حالك هلأ، أنت عمليا روحت كل وقتك على الفاضي، لأنه حيجي وقت ينطلب منك بروجكت ما رح تعرف تعمل أي شيء لحالك. فبالتالي أنت ما استفدت شيء من كل الكورس، بل حتى ما استفدت شيء من تعلمك البرمجة، أهدرت وقتك وروحت سنة من عمرك على الفاضي. تمام؟ طبعا بعد ما بنينا الأوردر نوت ريتنج والريتنج بهذا الشكل، بنبحث عن باكيج تسهلنا موضوع الريتنج اذا موجوده، احسن ما نبني نحن اليرت من الصفر. ممكن هون نحن نروح نعمل مثلا ديالوج على سبيل المثال، ريتنج فلتر على سبيل المثال، اكتب بوب عشان يفتح لك الموقع الخاص بي مباشره بالريتنج. ممكن تشوفوا هون باكيجات ممكن طبعا تساعدكم، مثل هي الباكيج على سبيل المثال، بصراحه ظريفه. يعني على فكره انتم هذا الشيء ممكن تبنوه لحالكم، يعني مش صعب ابدا. هو بكل بساطة مثل ما شايفين ديالوج بهذا الشكل، في عندكم لوجو، عندكم تايتل، عندكم تكست، وعندكم هون الستار. بس الستار طبعا هي بدها تعذبكم شوي، انه اذا ضغط على هي بدها تعمل فانكشن طويلة عريضة، يعني ما بتستغرق اكثر من ساعة ساعتين بالكثير. بس انا برأيي انت توفر ساعتين احسن انك تروح وقت ساعتين بصراحة. يعني وهي باكج صعب تعمل مشاكل بالمستقبل لسبب لانها جدا بسيطة. تمام؟ فناخذها مباشرة نحن بهذا الشكل ونضيفها عنا في البروجكت. تمام، بهذا الشكل نعمل له اد. طبعا بنلاحظ انه ضافت عندي الباكج بنجاح وما في عندي اي مشاكل. بعد ما ضفنا الباكج مثل ما بنعرف دائما لازم مباشره نوقف الابلكيشن، نعمل له ستوب، نعمل طبعا فلتر كلين، بعدين نعمل فلتر بوب كيت بهذا الشكل. هنكتفي بهذا القدر لهذا الدرس، بتمنى يا رب الدرس يكون نال اعجابكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتفعيل جرس الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله.